جمعية القضاة، القضاة اليوم يمدوا في ايديهم ويتسلفوا باش يعيشوا، شنو رايك؟ الكلام هذا صحيح؟ غلط؟ كيفاش تفسر؟ أنا نرى الوضعية نتاعهم يظهر لي باهية مش دونية، أما الظروف اللي هما عايشين فيها ربما ما تساعدهمش. بقى فما قضاة شرفاء حق نتاع ربي، أنا عندي وضعية نتاع مسكن نتاعي فهمني، فما قضاة عطاوني حقي فهمني، عندي شهادة ملكية وقدموا الضد نتاعي، قدموا مطلب تحيين وأنا عندي شهادة ملكية، والضد نتاعي عنده وعد بيع بشروط فهمني، ما تموش شروط ما تموش خلاص في الوقت المذكور فيه في العقد البيع فهمني، ولا عقد بيع نتاع معناتها المسكن معناتها نتاعي انا فهمني. دونك اخر اكتوبر 49 يلزموا يكملوا خلاص فهمني، هما ما كملوش خلاص عام 49 فهمني، خلصوا عام 2007 بعد 10 سنين واش فهمني، الدلة اللي هما مش خالصين، وانا عندي شهادة ملكية دارنا فهمني، ملكي جاوا للمستودع اللي خذوه هما اللي شراوه المستودع نتاع الدار فهمني، بناو فيه الطابق الثاني فهمني، منعتهم فهمني، توا كي عملوا قضية في التحيين انا الابتدائي جا لي فايتي اعطاني حقي، فما قضاة شرفاء فهمني، رئيس دائرة اعطاني حقي، الاستئناف اعطاني حقي، وزاد الاستئناف اعطاني حقي الثاني هذايا اللي هو قولوا تعقيب فهمني، هذوما زوز اعطوني حقي معناتها ثلاثة. توا عاودوا لي قضية أخرى في الابتدائي في الموضوع بيدو، وقدموا وثائق مزورة، وثائق معناتها ماهوش صحيحة، بإدريسة أخرى سبعة ناسخ سر هلال اللي هو الموضوع على خمسة ناسخ سر هلال، وتم حكم ضدي. اش تقول القاضية هذايا رئيس الدائرة في الابتدائي؟ تقول هذايا عقد بيع، هو ماهوش عقد، هو عقد بيع منحل فهمني، حبوا يردوه عقد بيع وقهو فهمني، هو عقد بيع منحل على خاطر فيه شروط فهمني. وتوا المسكن نتاعي المستودع تم فكه معناتها خذوه لي، يعني تم الاستيلاء على دارك او جزء من دارك، جزء من علاش مسيبه الدنيا هكاك؟ ما فماش وثائق؟ ما فماش فما وثائق، عندي شهاده ملكيه، القانون يقول شهاده ملكيه ما تتمسش، هما من حاله منها 47 متر مربع المستودع فهمني، بان القاضيه هذه هي لزميله عندها علاقه مع الضد نتاعي فهمني، الظروف يمكن نتاعها مش باهيه، تمت عملت عمليه هذه وقنعت القاضيه، وزاد نحاولي القاضي مقرر اللي هو خدم الخدمه. مشيو بالدرجه بالدرجه وفهمنا الموضوع، يهديك يا بابا. ظروفها تعبة شوية، شنو ظروفها تعبة شوية؟ أنا هذاك علاش الأسباب اللي هي وصلت عاملت حاولت باش تعاون ضد نتاعي. ماخذتش رشوة؟ ربما، خاطر ما عنديش أدلة اللي هي ماخذ رشوة، أنا ما نجمش نحكوا يقول ماخذ رشوة، لازم يكون عندي أدلة، أما هي ربما الوضعية نتاعها سيئة، تمت عملت العملية هذه وقنعت رئيس الدائرة وزوز وبدلوا القاضي مقرر. فهمني ملي كان حمزه اللي هو خاف ربي وقال لي يعني خاف ربي وما نصححش ضدك فهمني، وجابوا لي قاضي اخر اسمه اسمه موجود في الحكم فهمني، وتموا حكمه ضدي. يعني فما عمليه تدليس هون، تدليس فهمني بسبعة ناس قصر هلال، هو الموضوع على خمسة، هما خاطر جيراننا فهمني، عندهم مقر بجنبنا فهمني، بجنبنا احنا. دونك العملية التوا هاني باش نعمل قضية لوكيل الجمهورية للبحث فهمني، وإن شاء الله ربي يعطيني ينصرني، خاطر خسرت الابتدائي وزدت كملت خسرت الاستئناف، ورئيس المحكمة في باله بالموضوع نتاعي. أنت عندك قديش وأنت تجري يعني على القضية؟ من 2017 وعندي أحكامي كل الابتدائي واستئناف والتعقيب بخروج بعدم مسيفة، ولا حبت تخرج من محل فهمني، وعاود تخلعت خمسة مرات ولا أربع مرات المحل، وداخلة وتوا تسكن فيه وزاد فوق كريتو. فهمني والتوا عندها مع ضد عندها اللي هي ما عنده كل جمهورية دي تقيفها ولا حبوا يوقفوها، هذه كل علاش خاطر عندها هذه القاضية هذه اللي تعاون فيها. وصلت لي قبل موضوع آخر في الاستئناف، زاد قاضية أخرى قالت فمها للمحامية نتاعي اللي أنا حنيت عليها الضد
فهمني، وتمت حكم ضدي الحمد لله، انصفني القضاء في التعقيب ورجعها دائرة أخرى. هذا كل عندي ما يفيد، فهمني، عندي أحكام وأدلة ما يفيد، فهمني. الأدلة عندك؟ أدلة هوني معاك؟ كل شيء عندي، الأحكام وكل شيء موجودة عندي ونجم نصورهم لك، فهمني، أحكام الابتدائي والاستئناف والتعقيب والكلهم، فهمني. يا سيدي أدلة. يا سيدي هذا، هذه شهادة ملكية متاعي، شهادة ملكية في 270 متر مربع. هذه شهادة الملكية اللي ما يلزمهاش تتمس وهي تمست. هذه ايه؟ شنو آخر؟ ملكية، فهمت؟ هذايا الحكم الابتدائي والاستئناف، والاستئناف المحكمة العقارية أدلة. ورينا ورينا. باش نوريك حكم الابتدائي. الكاميرا خلي الناس تشوف الوثائق اللي عندك. الوثائق اللي عندي، حكم ابتدائي واستئناف من المحكمة العقارية. اصبر لحظة. حكم ابتدائي واستئناف المحكمة العقارية. هو هذا حكم الابتدائي. شنو حكم الابتدائي؟ لفايتي. لفايتك باهي. حكم رفع هذا المحكمة العقارية في تونس. بلا، حكم ابتدائي لفايتي. هذا الاستئناف الأول لفايتي. هذه زادة لفايتك، حكم استئناف. لفايتي. وهذا الثاني الاستئناف لفايتي. عاودوا استئناف اخر ولفايتك. هذا زياده لفايتك. عندي حكم ابتدائي واستئناف، واستئناف وشهاده ملكيه نتاع دارنا 270 متر مربع. وتهنيت اللي قلت داري 270 متر ويقعدوا لي. تموا هذه عملوا قضيه اخرى باسم اختها، مش باسم المعني بالامر، معناتها اختها في الموضوع بيدو. وتموا تزوروا على القضاء، فهمني، وقدموا وثائق بسبعه ناس خسرالي، اللي هو موضوع خمسه ناس خسرالي. الكلام اللي تقول فيها خطير، يعني تزوروا على القضاء. تزوروا على القضاء، والقضاء والقاضية تعاون فيهم، فهمني، هي التي تدخلت هذه، فهمني، اللي قالت لي نهار الاول، قالت لي انت تعرف كل شيء يا سي زايد، فهمني، وانا ما كلمت حتى كلمه ومشيت. وتوا شاكي زاده حتى للرئيس المحكمه، حطيته على علم او رئيس المحكمه عريضه للرئيس المحكمه والتذكير في الاستئناف. هذه الشكوى اللي قدمتها لرئيس المحكمه. وتموا الحكم الابتدائي، عملوا لي حكم ابتدائي وتزوروا على الحكم الابتدائي وخسرتوا حكم الابتدائي في الموضوع بيدو. هاو فهمني، هذا حكم الابتدائي خسرتوا بأدلة عقد بيع، واللي هو وعد بيع، فهمني، بيع بشروط فيها، فهمني، هذا اللي تموا عاودوا مرة أخرى الابتدائي اللي خسرته، والاستئناف كملت أيد الابتدائي هذا خسرتهم، فهمني. ونحاو القاضي مقرر، هذا اللي استدعاني القاضي مقرر اللي خدم الخدمه الكل، بدلوه بقاضي اخر هو اسمه موجود في الحكم. سمحني، علاش غيروا القاضي؟ شنو خاطر؟ هو شريف ما حبش يصح، هذا يخاف ربي، فهمني، ما حبش يصح. هو بدلوه بقاضي اخر باسم قاضي مقرر اسمه هاك ولا هاك ولا لا، واللي خدم الخدمه هاي، فهمني، واللي خدم الخدمه سي هاو اسمه ناس طيبة، هذايا خاف ربي. هذا ما حبش يصحح، ما حبش يدخل في الحكم، يدخل في المعمعة، اللي خدم الخدمة الكل. هذه الوثائق ورينا. وتوا خسرت الابتدائي وخسرت الاستئناف، واني حاير باش نعمل، واني نجري ونركض ما بين المحامين. من المحامي نتاعي قالت لي يا سي زايد القضاء، زمان القضاء توا قضاء مش عادل، قضاء حاجة أخرى. شوف مصداقية القضاء في الوقت الحالي. المحامي نتاعي أنا شك في القضاء. سمحني، المحامية شنو قالت لك؟ قالت لي راهو قضاء زمان قضاء الرشوة، هكا قالت لي، وراهو راك تعرضت إلى مظلمة، هكا يا سي زايد راك تعرضت إلى مظلمة، وهذه قاضية في التعقيب، مش قاضية نابورت كي، في التعقيب في ناج باريز ها هوني، فهمني، ويمشيوا يتصلوا بها كان يحب. ترى هي مظلمة، أنا ما كنتش نصورها، ما لقيتش شكون يعطيني حقي، حق الورثاء خواتي، فهمني، وهي دار أمي. فهمني، وهذه الطفله متحايله، ديجا محكوم عليها بثلاثة شهور سرسي، على خاطر خلعت مره الاولى الدار، قالت لي ما تعمل لي حتى شيء، وزادت مرتين اخرين تخلع الدار، وتوا ساكنه فيها الدار وكريتها. وكل جمهوريه يقول جيبوها وما حبوش يهزوها له باش يوقفها، ما حبوش يوقفوها. عايشه باربو، فهمني، وزيد. يعني فوق القانون هذه؟ هذه فوق القانون، وزادت حمشت الحومه كل شريتها بالفلوس، وجاوا للدار وكسروها، وعندي الصور ودخلت لي للدار بالقوه. صور تورينا؟ الصور. وما تعمل لي حتى شيء، قالت لي تضرب لي على الطيارة، هكا باللغة الدارجة بتاعنا. هاي الوثائق. سامحني
وهم الوثائق المدلسة وهاني دوسي كم هذه التصوير هذه لا لا هذا صور تاع تدخل تهديد انا حليت الدار هاك دخلت لها وحليتها باش نحوزها هذه حليت بيت النوم البلاصه اللي هي حاجتها باش نحوزها فهمني هذاك بعدش تسكير وهذه الحومه كامله قاعده تتفرش في كيفاش التصويره الاخرى هاي هذه وقت اللي حبوا هاجت لي الحومه كامله عليا فهمني هاي الصوره اللي سمحت ادارك انت وين موجوده بالضبط في ناش قصر عليه الكلام الغربي ايش بدت التصويره هاي هذه بارتي من الدار هذيك مش دارها هذيك هذه بارتي من الدار هاي اللي محاجتها هذه هذه ماده وثائق نتاع سبعه هذه سبعه واحنا الموضوعنا على خمسه هذه واللي بقيه نتاعها فهمني هذه الدار هما سبعه فهمني اللي قدمت وثائق لي سبعه واحنا الموضوع على خمسه هذا تبع خمسه فهمني هذا شهاده ملكيه تبعنا احنا فهمني البارتي هذه هي تو حاجه البارتي هذه المستودع رديته بنات فوق منه في سيديو على فهمني وعايشه باربو فهمني علاش على خاطر عندها القاضيه تعاون فيها فهمني هذه المشكله نتاعي انا فما قضاة ينصروا في الظلم نعم نعم فما قضاة وفما قضاة شرفاء انا فما قضاة يخافوا ربي فما قضاة اعطوني حقي فهمت بالرغم عندي الاحكام الكل ابتدائي واستئناف وتعقيب في المحكمه العاديه فهمني بالخروج بعدم السيفه فهمني والتو اللي حابه تخرج بالرغم عندي العادل المنفذ نفذ فهمني هاو نفذ بالاستئناف واعطاني محلي فهمني وعاودت خلعت ودخلت بالقوه والامن ما حبش يعمل حتى شيء هاو هو سلمني المحل نتاعي فهمني والتو ما نجمش ناخذ المحل نتاعي هو طالب طالب العداله طالب الحق نتاعي فهمني اللي انا عندي شهادة ملكيه 270 يقعدوا لي 270 للاوراث ولي انا فهمني خاطر انا معايا اخوتي اوراث طالب حقي هي عندها 270 في رقم 7 احنا عندنا 270 في رقم 5 هذا ستارب مش معقول ياخذوا لي 47 متر مربع فهمني المستودع ياخذوه فهمني هذا ايش طالب حقي فهمني بعقد منحل عقد بيع منحل فهمني في شروط على خاطر فهمني وأدلة اللي هم مش خالصين ما فهمش أدلة اللي هم خالصين ما هم مش خالصين عام 49 آخر أكتوبر 49 خلصوا عام 2007 بعد المدة بعشر سنين وإيش فهمني تحايلوا على القضاء والقضاء يعاون فيها فهمني وأنا التو قاعد داري ما نجمش ناخذها فهمني على الآخر ما نجموش حتى نبيعه ونقسمه أنا والوراثة خرجوني من الدار بالسيف هاي فهمني بالتهديد بالقوة فهمني ما لقيتش شنو الحل هذوما الوثائق اللي مدت لهم على سبعه ناس قصر الليل فهمني ماخذ وثيقه من عند رئيس البلديه فهمني اعطاها سبعه ناس قصر الليل والموضوع على خمسه فهمني الموضوع على خمسه مش على سبعه المعتمد اعطاها وثيقه اللي هي السبعه ولا لا ناس قصر الليل والموضوع على خمسه كنت نطلب في الحق في القانون يعطيني حقي وارضي وداري فهمني وهذوما اللي يشهدوا الحومه كامله اللي هي سبعه ناس قصر الليل ده